شفنا الأرقام الموجودة على الفيسبوك، اتصلنا بأحد الأشخاص الموجودين بالمركز ست فرح، وصلنا وياها فالحمد لله والشكر. جينا لهنا إيران، تلقونا بالمطار استقبال وجابونا للمركز. الحمد لله والشكر جينا للمركز، يعني لقينا بعد الشيء الأفضل بالمركز، يعني تلقونا ملقى زين والحمد لله والشكر. مراجعين بالمركز يعني موجودين خير من الله والحمد لله. بعدنا من تواصلنا ويا ست فرح رسلنا التحاليل على طريق الواتساب والحمد لله. والله السرعة يعني كل السريعة، يعني بس زين أنا من التحاليل عرضوهم على الدكتور الموجود أو الدكتور بالمركز وقالوا أهلا وسهلا بكم، كملنا جوازنا وجينا لله. والله الحمد لله الخدمات كلها جيدة جدا، يعني من كادر من المترجمين من الأطباء الحمد لله شكرا لكم جيدة جدا. والله إن شاء الله من السلامة نرجع للعراق، هواي عندنا أصدقائنا يعني نفس حالتنا، إن شاء الله راح نعرض لهم الصورة وإن شاء الله يجون لنا. أهلا وسهلا فيكم جميعا. والأسعار يعني مناسبة كل الزين، يعني جيد جدا بالنسبة لي، يعني تختلف عن الأسعار الباقية يعني باقي الدول أو حتى يعني عندنا بالعراق. نشكر مكتب كيفوتي على الخدمات اللي وفروها لنا والحمد لله وشكرا، ما قصروا كل جميع الخدمات. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا.